بدأت القصة في العام 1971 حين ترجم محمد علي بيضون شغفه بالعلم والمعرفة بتأسيسه دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع. خطوة خطوة كبر بيضون هذه الدار مع أبنائه لتتخطى منشوراتها حدود لبنان إلى العالم العربي ودول أسيوية، وهو لم ولن يتخيل يوما أن شيئا قد يهز عرش الكتاب على وجه الأرض. متعة القراءة في الكتاب لا تعادلها متعة، ولا يعرف هذه المتعة إلا من يمارس القراءة. يعني أنا شخصيا يوميا أقرأ، مش بس القراءة السطر ولا السطر الآخر اللي ورا منه، في بين سطور كلام. عندما يعيد قراءة الصفحة يفهم شيء آخر. يعني تصور إنك عم تنامي كل يوم والكتاب عم ينام على صدرك. الهموم الاقتصادية وغلاء إصدار الكتب وثمنها وعدم الاستقرار الأمني إلى جانب دخول الثورة التكنولوجية من بابها العريض قلصت نسبة قراء الكتب وأبعدت الكتاب عدة أشواط عن القراء اللبنانيين، بالرغم من أن بعض الكتب الفكرية والأدبية لا تزال تلقى رواجا في أيدي قلة منهم. وفي العالم العربي المشكلة ذاتها بدأت تظهر في ذروتها مع بدء الربيع العربي. تأسست الدار سنة 1971، صرنا طابعين من هداك الوقت لهلأ حوالي 5500 عنوان. بلشت تتراجع حركة النشر والتوزيع تقريبا من سنة 90 بحرب الخليج، وبلش تراجع ورا تراجع، ارتفاع الورق، عقبات كتير بتصدير الكتاب، ارتفاع اليد العاملة، انخفاض عدد المكتبات بشكل دراماتيكي بكل البلاد العربية. في السابق المكتبة التي كانت حاجة أساسية في معظم البيوت أضحت اليوم من الكماليات، ومن يريد قراءة كتاب معين أصبح يستسهل هذا الأمر باللجوء إلى الإنترنت. الكتب عم بياخدوا محل كتير بالبيت، عرفتي؟ وصاروا هالأيام البيوت كتير صغار، فأحسن بتحطي فايل عندك على الإنترنت على الكمبيوتر، وساعة اللي بدك بتفوتي بتقري وبتطلعي. أنا حتى لو طلعت على الإنترنت بس دغري أول شيء بيتعب نظري، وتاني شيء بحس إنه الكتاب له قيمة. أنا عم بحكي مع دوق النشر ومعظمهم طلع صرختهم، إذا بدك هالتعبير هذا عم استعمله، يعني اللي عم بعود شوي بالمعارض بالدول العربية منشان هيك عم بضلوا قادرين يستمروا، بس لقديش قادرين يضلوا يستمروا ما بعرف، منهم عم بيخفضوا عدد الموظفين، منهم عم بيتخذوا كثير اجراءات. انا ادعو دور النشر الكبير والصغير المتابعه وان تؤمن بمهنتها، لان هذه مهنه لن تنتهي مهما حصل. في الخلاصه، مجتمع لا يقرا هو مجتمع مصاب بالاميه الثقافيه ويصنع لنفسه معوقات التقدم، لكن للقراءه في الكتاب ومعه حميميه خاصه.